سلمى ابو ضيف والمسلسل، كان في مش عايزه اقول يعني، هل صح اننا ننقل الطريقه اللي بيتكلموا بيها والتطبين والبتاع، ولا اننا مهمه الفن انه يرتقي بالذوق العام؟ انت فاهمه بصي اقصد ايه؟ فاهمه قصدك. بصي هل ده على صح اننا نشوفهم زي ما هم في الشارع فعلا، ولا الصح اننا نخفف من ده علشان اللي هيجوا لسه ما يبقوش بنفس السوق ده؟ بصي، هو على نسبة مشاهدة في البداية كان مسلسل مبشر من وجهة نظري، يعني هو كان فكرته حلوة جدا وهو خطف الناس من الأول، بس هو بعد كده وقع في فخ كبير قوي، يعني مش ميلو دراما. نلمها ازاي؟ بالظبط، نلمها ازاي؟ فخ نلمها ازاي اللي بتقع فيه أغلب المسلسلات في رمضان؟ السلطة الذكورية الأبوية وتعزيز قيمتها بشكل كبير جدا في نهاية المسلسل آخر حلقة، والخطاب الكبير الرنان المباشر التربوي التعليمي للقاضي في المحكمة مع البنت، وميلو دراما مبالغ فيها إلى أقصى حد. حسيت أنه ضد الستات؟ حسيت أنه حسيت أن المسلسل بالعكس، رسالته بالعكس، وكأن أنا معرفش الكاتبة هي قصدة أو مش قصدة، عملت ده بدون قصد أو بقصد، بس يعني الحقيقة المسلسل كان غرقان في ميلو دراما مبالغ فيها، انه موضوع انا مش عارفه. طب ليه كل ده؟ هي ليه البنت حصل لها كل ده؟ ليه كل الرجاله اللي قابلتهم في حياتها عملوا فيها كده؟ عملوا فيها كده يعني، وهي مش ملهاش اي فعل، لا هي ما بتعملش اي حاجه. الاختين برضو كانت غريبه، علاقه بس ده موجود. لا يا جماعه، لا ده موجود، ده موجود، بس بشكل بس نقلها بالطريقه مش معترضه على انه موجود. انا بتكلم على طريقة المخرجة، ده ملوش علاقة بالبنت اللي كاتباه، ده عيب مخرجة. لا، المعالجة الدرامية. كان لازم البنت ليلى زاهر تقلل من موضوع التيه، يعني سلمى أبو ضيف حافظت قوي على الشخصية. لكن ما طجنتش ما طجنتش وما بس عملتش كده. ده موجود برضه. لا بس ده موجود، انا بتكلم على المعالجة. لا بس انت حسيتيه مع ليلى انه افور. بس اللغة موجودة، احنا بنحاكي الواقع، لكن هي اللغة موجودة بكثرة. انا مش ضد، بصي واكتر من كده تمام. ان انا ليه فرح يوسف على فكره، هي كانت اكتر واحده عندها خبره وكان ليها تقل كبير في المسلسل، كانت عظيمه، كانت عظيمه. فالستايل بتاع فرح، بس يا جماعه فرق السن ده وفرق السن والخبره. لا غير كده ما اقصدش ده، اقصد انه فرح كانت بتمثل يعني الاخت الكبيره اللي هي اتربت في جنريشن مختلف، انما البنات الصغيرين عاملين كده. يا جماعه احنا بنفتح انا مش معترض عليهم، لا مش معترض عليهم أكتر. لانه ده موجود، انا بتكلم على الدراما، على المعالجه الدراميه. انا متفقه معاكي في موضوع المعالجه كانت صدمه الحقيقه، لان اللي لسه ما طجنوش هيطجنوا مش هيطجنوا بسبب المسلسل. لا 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 ملوش علاقه، بس احنا بقينا في عالم مفتوح، ملوش علاقه. كل اللغه اللي احنا اصل احنا بنقابل الناس دي في الواقع، فاكيد انت مش لما تقابليها تبقي شبهه، واحنا بنشوف ده على السوشيال ميديا. كل حاجه موجوده قدامنا. انا هقولك، انت مثلا لما بتيجي تقولي مثلا المسلسل ده بيتكلم عن الحاره الشعبيه كويس، فبتلاقي في المجال ده في مين؟ احمد السقا، عمرو سعد، محمد رمضان، يعني مصطفى شعبان، وفي كمان اللي هو احمد مين؟ طيب ما علينا. احمد العوضي. ايوه محمد رمضان. قوليلي وانا اقول لك على خلاص. محمد رمضان. كل دول بيعملوا مسلسلات شعبيه. بس ده بيعمل شخصيه حد، وده بيعمل شخصيه حد تاني، وده بيعمل شخصيه حد ثالث. بس هم متشابهين. لا مش متشابهين. كل واحد يعني المعنى اللي عايزه اقوله لك ايه؟ انك انت لو دخلتي الحاره الشعبيه، ودي اكتر حاجه انجذاب للوطن، المسلسل للوطن العربي بيحب يشوفوا الحاره الشعبيه المصريه، هتلاقي نماذج. سيبك بقى من اللي بيقلد شادر السمك، سيبك من الافكار. بس انا المعنى اللي عايزه اقوله لك ان كل مكان له ستايله في طريقه الكلام. صح مظبوط. طب انا عايزه ارجع لهند مره ثانيه، بما ان الافلام التسجيليه بتحاكي الواقع، وشفنا الفيلم ده رفعت عيني للسما ازاي وصل لجوائز و حاجه عظيمه جدا، المسرح فين بقى من وسط كل ده؟ مش هينفع ما نتكلمش عن المسرح لان هو الاقرب للناس. انا بحب المسرح جدا، بس فين بقى المسرح من كل اللي احنا بنحكي فيه ده؟ لا بعد عادل امام ما بقاش في مسرح. لا سوري. طيب هو ده نوع عادل امام كان بيعمل نوع، هو اختفى مسرح القطاع الخاص نفسه كله على بعضه كده اختفى تماما. لكن مسرح الدولة موجود، مسرح الجامعة موجود، مسرح مستقل موجود. بيتعمل فيه بقى نوعية الدراما المسرحية اللي بتحاكي الواقع
ولا بيتعمل فيه حاجات مختلفة؟ بصي، المسرح إلى حد كبير هو تجربة فردية أكتر منه هيبقى تجربة ليها علاقة مجتمعية بشكل كبير. يعني مثلا كل مخرج بيشوف النص اللي هو حابب يقدمه فبيقدمه. هل ده ليه علاقة بالواقع؟ حسب قرايتك. يعني انت ممكن يقدم نص عالمي وهو عنده قرايه للواقع من خلال النص اللي هو مقدمه. طب انت من خلال يعني يعني متابعتك لكل ده، وده شغلك اصلا، شايفه انه حصل ان الناس اهتمت بانها تحاكي الواقع مخرجين او مؤلفين مسرح؟ يعني ده موجود؟ طبعا موجود. أوكي. والمسرح شغال على فكره بشكل متزن جدا وموجود، بس هو مفيش اضاءه عليه، فمحدش بيعرف. محدش بيعرف يعني بالظبط. الناس بالصدفه بتعرف ان في حاجات شغاله، بس في حاجات ناجحه وموجوده. وانا لسه كنت في مهرجان الجامعه، كان قوي جدا على فكره وموجود. طب تبقي تاخديها معاكي؟ طب يلا تعالي. بنختم اللقاء ده، هل شايفين ان النماذج اللي ممكن تتقدم في الدراما او في